السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحييكم جميعا كلكم، وبحب أقول لكم إن الفيديوهات اللي أنا نزلتها على الورشة دي حاجات مهمة برضو، هتزود من معرفتكم، خصوصا ريكابت 360 النسخة البورتابل بتاعتها، ممكن تحملها من الموقع دوت، وإن شاء الله الموقع هو ده اللي بيحمل يعني، أو دي نسخة فري تيريال يعني ممكن تجربوها يعني. في حاجة أنا عايز ألفت نظركم ليها برضو، يعني الموضوع إن أنت تخش مجال جديد علشان تشتغل فيه أو فكرة جديدة جات لك، المفروض أنت تقتلها بحث. يعني اليوتيوب ما خلاش حاجة، يعني أنت لو كتبت في اليوتيوب 360 درجة بس، أو كتبت ريكاب 360، هتلاقي توتوريال كتير جدا. تعرفك الموضوع ماشي ازاي، هو الكونسبت واحد بس في افكار بتلاقيها قدامك، بتلاقي مشاريع اشتغلوا عليها، بتلاقي في ناس حتى طبعت الموديل اللي هم عملوه، هينمي عندك حتة الابتكار شوية يعني. فموضوع اليوتيوب ده مهم جدا يا جماعة، ان انتوا تشتغلوا عليه وتشوفوا فيديوهات كتيرة وتوتوريال كتيرة جدا، خصوصا ان احنا اللي عايز بعد كده يكمل في موضوع الثري دي، مهم جدا 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 ان انت تبقى اليوتيوب ده تحت ايدك على طول. يعني هتلاقي توتوريال كتير وتنفذها وتحاول تطبقها وكده يعني. طيب انا هشرح ازاي النهارده هنسطب السينما 4D. كل الناس خدت الملف ده، هو سهل جدا يا جماعة. نيكست 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 نيكست، ربنا يجعلنا من اهل النيكست يعني. فهدوس على اوكي كونتينيو. المهم اول حاجه الجزء ده يا جماعه، ان انتوا هتكتب نيم كومباني الستريت سيتي الكانتري، اي حاجه اكتب، اي حاجه، اي بيانات، وهتلاقي في الكراك هنا سوري مش هنا اهو الملف ده. مش هتنزل الكراك بتاع البادي برينت، ملناش دعوة بيه، ده حاجة تانية، ده هتنزل بتاع الاستوديو. هتاخد ده او ده او ده، يعني تحمل ده، تاخد ده كوبي وتحطه هنا بيست، ودوس كونتينيو، هيتنشط عندك الاستوديو هنا، وتعمل نيكست 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 كونتينيو لحد ما تخلص، هيشتغل معاك. ايوه ماشي بالسلامة. طيب هنفتح البرنامج السينما، اهو بيفتح معايا كده. البرنامج سهل وبسيط يا جماعة ان احنا نشتغل عليه. كل الحكاية ان انا هاخد الموديل بتاعي اللي انا المفروض ان انا صدرته من البرنامج الفوتوسكان الايجي سوفت، وهاخده هفتحه على السينما. المفروض بعمل سحب وقفلات اوكي، او بطلع فوق هنا وبعمل اوبن، واختار الملف بتاعي فين واقول له اوبن اوكي. هنلاقي دي النسخة بتاعة اللهم صل على سيدنا محمد، دي النسخة بتاعة الكلام راح فين، دي النسخة بتاعة المحراب اللي احنا اشتغلنا عليه اهو، دي الكاميرات اللي انا حطيتها عليه. طب مجرد بتاخد هعملها لكم الاول، مفيش مشكلة، هشيل الكاميرات ديت. سوري بس يا جماعة في مشكلة.
تمام. دي الكاميرات، انا هشيل الكاميرات اللي هي عليها اساسا، وهيظهر عندك الموديل بالشكل ده. هاجي في الاعدادات ديت، دي الاعدادات الريدر اللي هي كنترول بي الاختصار بتاعها، هيظهر لي كده. هختار الريزوليوشن بتاعي بتاع الفيديو اللي هو هيخرج عندي، هي وليكن 1280. اوكي، بختار اول فريمز، بخش على سيف، بختار نوع الفورمات بتاعي، بختار اي في اي، واقول له عايزه يبقى موجود فين. هنقول هنا مثلا نيو فولدر 8، هنسمي تيست. اوكي، ببتدي اخد الـ الكادرات بتاعتي. التايم لاين ده 90 فريم، 90 فريم. يعني ايه 90 فريم؟ اللي كان اللي انا شرحته قبل كده، في ازاي يعني ايه معنى كلمة 90 فريم. 90 فريم، قلنا لو قلنا ان الدقيقة 60 ثانية، فهو بيقسم الثانية 30 فريم، الثانية بتتقسم 30 فريم. فمعنى انت بتتكلم في 90 فريم، بتتكلم كده في 3 ايه، دقايق ولا ثواني؟ 3 ثواني. لو انت عايز تكبره شوية، فانت هتخليه مثلا التسعين ديت، خليه مثلا 300 ثانية. 300 ثانية دول بقد ايه؟ 3 دقايق. تمام، باجي هنا على اول فريم كده، ومن وضع الكاميرا ده، مجرد انا بدوس على الكاميرا بينزل لي كادر للكاميرا يعني. فانا ببعد شوية، ده بيخليني ابعد، الزرار ده ببعد واقرب، والزرار ده بخليني الف، يعني ممكن الفه كده، الفه كده اهو كده، ده بيطلعه فوق، بينزله، بيجيبه يمين وبيجيبه شمال. ثواني بس ارد على التليفون. تمام يا جماعة، فدي الأدوات التحريك بتاعتي اللي حوالين المشهد يعني. ببدأ ما عندي مثلا، بقول له مثلا ايه، ان انا هاخد الكادر ده كده، انا اخدت كادر، بتشوفوا ان هو دخل على اليمين هنا، في الكاميرا نزلت. ببتدي اتحرك بقى بالوضع اللي انا عايزه، يعني بعمل كده مثلا، باخد كادري كده اهو، باخد شوت، تمام، هلفه تاني لو انا عايز الفه تاني. كده مثلا، وهاخد شوت، هبعد واجي كده واخد شوت، حسب الاخراج بقى اللي انت عايز، الاخراج اللي انت عايزه يعني، وضع الكادرات اللي انت عايزه. تمام، بلف تاني اهو، كل انزل كادر، كل ما احب اخد شوت انزل اهو. ممكن اروح اختمه كده، ان انا بعمل كلوز، اخد شوت. لسه ال اهو تمام. مجرد ان انا اخدت الشطات بتاعتي اهم، هلاقي الكاميرا بكل كاميرا فيها شط. فلو نشطت انا اي كاميرا اهو، بعرف انا الكاميرا دي واخدها من انهي زاوية. ابتدي اعمل سيلكت على كل الكاميرات اللي عندي. الاول بشيل السيلكت ده، كلهم مطفيين كده اهو، بعلم عليهم، وبروح على بروح على كرييت كاميرا مورف، واقول له اوكي. هلاقيه ان هو خد كل الكاميرات كلها، عملها تشايلد للكاميرا الام.
هي الكاميرات كلها هي موجودة تحت الكادرات، وبيبتدي هو بقى ايه، مجرد انا ما هنشط الكاميرا دي اللي هي الكاميرا الام اللي هي المورف كاميرا ديت، هيقولي بقى انت بقى الكادر بتاعي هيمشي ازاي. اهو اهو هيمشي، هيعدي عليهم كاميرا كاميرا يظهرهم لك اهي اهي. طيب انا عشان اسجل الحركة دي اللي اعمل ايه، هاجي ادوس تسجيل الحركة هنا عندي صفر لو انا عايز ابدأ من هنا، بس انا عايز اخلي الفيديو يبدأ من هنا، فهاجي اخليها 100% مثلا، وهدوس ان هو يسجل لي الحركة بتاعتي هنا، وهقول له بلاي لحد ما يروح للاخر اللي هم 300، وارجع لده صفر وادوس له حركة سجل الحركة كده. انا كده انا تمام، انا سجلت الحركة، بعمل بلاي. طبعا هي هتبقى بطيئة لان انا عامل الفريمات 300 اهو، اسرع شوية. تمام، بعد ما بخلص الشغل بتاعي خالص ببتدي اعمل ريندر نهائي، بدوس على الجزء اللي في النص ده بيظهر لي ده كده اهو، نبتدي يعد من فريم زيرو لحد الفريم 300، كل فريم بياخده يعمل له يعمل الريندر بتاعه لحد ما هيرمي لي في الاخر الفيديو بتاعي اللي انا عايزه، اللي انا مسيبه في المكان اللي انا عايزه. بس عشان لمجرد السرعة بس انا هخلي 300 دول اخليهم 90 زي ما انا، بس قبل ما اخليهم 90 هرجع تاني 300. هاجي عند الفريم اللي هو 300 اللي هو منور ده، وهرجع تاني اروح عند 90 كده، او ارميه عند 80 واروح اعمل ده 90 فريم عشان اشوف الجزء اللي هو الكي فريم اللي هو الاخرين اللي انا عملته اهو. ما تشغلوش بالكم يعني، لو في حد مش عارف يعمل دي ازاي مش مشكلة، ان المهم ان انا هعمله 90 فريم بس. هعمل ريندر تاني عقبال ما يعمل الريندر بتاعه والنتيجة اللي تشوفوها اللي هتشوفوها يعني. هقول لكم على برنامج حلو جدا اسمه كامتسة ستوديو. البرنامج ده هو اللي بيعمل المونتاج لأي فيديو لأي ملف صوت، تقدر تعمل عليه اديت عليه، تقدر تعمل عليه مونتاج. يعني احنا لو فرضنا ان احنا عندنا فيديو، عايزين فيديو وليكن ده، هو مجرد ان انا بعمل له سحب وافلات اهو، اهو وبحطه على التراك عندي. هو ده مش توتيرال للبرنامج اللي انا بقوله، انا مجرد بعرفكم عليه يعني. تمام، ثواني اشوف هو بيسجل. تمام، ده فيديو بيعرفك ازاي، ده فيديو بيعرفك الامكانيات بتاعت السينما 4D ويقدر يعمل ايه. ده الريندر بتاع السينما 4D، وممكن تعمل الاوبجكت ده كله بالسينما 4D من الاضاءة والتكتشرز والموديل الهارد موديل دوت والاضاءة كل دوت. انتوا شايفين حتى المشهد هتلاقوه كتير حي يعني. شغل الإضاءة ده برضو بيتعمل على السينما 4D.
شغل الكاميرا موشن اللي انتوا شفتوه دوت بيتعمل برضو. بس كنت هتعمل ايه؟ انفوجراف متحرك. ده جزء شوية تعليمي بيظهر العملية مثلا بتتعمل. طبعا كل ده شغل السينما. ده شغل المودلز بتاعت الكاركترات. بالمناسبة انا مش يعني هشتغل معاكم كل حاجة الا ان انا اعمل كاركتر، فاعذروني يعني موضوع الكاركترات ده انا مش هشتغل فيه، بس انا بعرف اعمله يعني، بس ما مش هتعلم برضو. لمؤاخذة الحيوانات برضو زي الكلاب والقطط والكلام ده، اي حاجة فيها روح انا ما مش هشتغل فيها، انا فيها شبهة. شغل الاعلانات وشغل الجيمز برضو يا جماعة برضو. كل شغل الانيميشن ده ممكن يتعمل على السينما 4D، واحنا هنتعلم كل احنا هنتعلم التكنيك اللي بيعمل الحاجات دي كلها. يعني كل حركة ونوع من الحركة دي بيبقى ليها تولز معينة تشتغل عليها. انا هعلمكم الاساسيات بتاعت التولز ديت عشان نقدر نشتغل عليها. ازاي ادمج فيديو حقيقي موجود بشغل 3D واعمل خدع سينمائية برضو، ده هنتعلمه برضو. مشهد زي ده شغل الإعلانات برضو احنا ممكن نعمله، شغل المنتجات. المركبات برضو مفيش مشكلة. الفرنيتشرز سكتشرز كلها هنتعلم ازاي نعملها. كل اللي انتوا شايفينه دوت يا جماعة ممكن يتعمل بالسينما 4D. بيستخدم في هوليود في الأفلام العالمية زي آخر فيلم ده موجود في السينما دلوقتي. كل ده معمول بالسينما 4D. شغل القماش ده وشغل الماتيريال ده برضه هنتعلمه ان شاء الله. شغل الهيومنز مش هنتعلمه.
كل الشغل ده اسمه شغل مجرف، هنتعلمه برضه، هنتعلم الاساسيات بتاعته يعني. وحته ان انا اطلع جوده حاجه كويسه دي بترجع للفني اللي شغال على البرنامج، مش الموضوع موضوع امكانيات يدويه، مهارات، هي في الاول وفي الاخر مهارات ذهنيه وشخصيه. تمام. انا دلوقتي الفيديو ده اللي شغال معايا، انا عايز بقى ايه، امنتج فيه جزء يعني. لو انا كده من هنا بقلل الشريط بتاعي، الجزء الفيديو اللي شغال معايا تحت ده، وباجي عند الجزء اللي انا مثلا عايز اشيله مثلا، وليكن مثلا ايه، من هنا الايسلاند، من اول هنا الاعلان ده حد هنا، فبرجع كده بعلم عليه، ارجع خلي ديت اوكي، وبعلم على الجزء كده اهو عندي ده كده اتنشط عندي، وبعمل له ديليت، برجع دبل كليك، فبيبقى عندي فراغ هنا اهو، الجزء اللي هو اتشال معايا هتشوفوه معايا. كده انا قطعت اهو، من اول هنا قطع الجزء اللي الباقي اللي هيبدأ عليه من اول هنا اوكي. طب انا عايز ادمج الاتنين مع بعض، انا مجرد ما بسحب ده كده مع بعضه فبيدمجهم لي مع بعض، فبيظهر الفيديو عندي لكن انا مش شايل حاجة اهو. اهو شايفين، ممكن اعمل سيبريت للفيديو للصوت بتاعي، ان انا احذفه، بعمل سيبريت للفيديو والاوديو. بقى عندي التراك اهو، تراك 2 دوت، ده فيه الاوديو، والتراك ده فيه الفيديو. بقدر اعمل اديت عليه زي ما انا عايز، ممكن اوطيه، ممكن اعليه، بعمل كليك يمين وادوس اديت اوديو، وبوطي الجزء ده لو انا عايز اهو، هتلاقي الجزء ده عالي والجزء ده واطي اهو. وات الصوت اهو زي ما انا عامل، بعليه اهو بيعلى معايا. تمام، الليفل بتاعي اللي انا عايزه. بقدر احط على الفيديو يا جماعة صورة، على الفيديو ممكن تستمر معايا، وليكن مثلا ايه اللوجو، ثواني، انفوجراف، اهو وليكن اللوجو دوت، باخده برضو اعمل له ايه، سحبه افلات عندي هنا في الستور ده، وابتدي احطه في تراك لوحده عشان يظهر لي. لو انا عايزه اهو، عايز يظهر في كل الفيديو، بكبره من تحت هنا كده اهو. الفيديو طول ما انا ماشي هتلاقي اللوجو موجود، بس انا مش عايزه هنا، انا عايزه فوق، فانا هروح سحبه واخده فوق كده اهو، هيتنوا اللوجو ظاهر عندي، مش عايزه فوق، عايزه تحت اهو، عايزه هنا، عايزه هنا، عايزه هنا، whatever. تمام. لو انا عندي صوت تاني عايز انزله على دوت، بشيل الصوت ده، انا مش عايز الصوت ده، بشيل الصوت اهو، هيشتغل معايا من غير صوت. طب عايز احط له صوت تاني، لو انا عندي بقى اي صوت تاني انا عايز احطه عليه، باخد الصوت، بطلع الصوت واحطه عليه. يعني هاخد اي فيديو بقى عندي احط عليه، اخد منه، ممكن اخد منه الصوت احطه له، يركب الصوت ده على الصوت ده. وليكن مش عارف انا الاقي فيديو فين، ماشي، وليكن ده فيديو توتوريال اهو،
لا بس ده تو تيرير. ماشي. يعني مثلا يعني انا هاخد ده صوت اهوت فيديو بلف صوت وصورة، بس انا هو ده كده ضغط على ده، فبعمل سيبريت للاوديو بتاعي، افصل الصوت عن الفيديو وبشيل الفيديو، سوري، بعلم على الفيديو وبشيله، وبيفضل الصوت بتاعي متركب على الفيديو بتاعي الاصلي. فرض ان الصوت اللي هو بيقوله ده صوت موسيقى او اي حاجة انا عايز اضيفها عليه. اوكي، الصوت مش طويل جدا عن الفيديو اللي عندي، بصغر كده وبروح ايه اعمل كات للجزء الزيادة ده كله، ديليت، مش محتاج كل ده اهو، دوس بلاي، يبقى انا خدت صوت من الفيديو وحطيته على فيديو تاني ركبته عليه. اوكي، اما بخلص خالص بعمل اخراج للفيديو، بختار له الكواليتي اللي انا محتاجها وليكن 720 مثلا، وبقول له نيكست، وبحدد له المكان اللي انا عايزه وبقول له فينيش. طبعا انا مسجل بنفس الاسم ده، وبيخرج لي فيديو عادي على الشغل بتاعي اللي انا عملته ده. نرجع نشوف السينما المفروض يعمل ايه. هنلاقي الفيديو اهو خلاص اتعمل ريندر اهو، ولا ان هو سريع بس عشان ايه احنا هنطفي. هو انا كنت مسيفه على الديسكتوب نيو فولدر 8 اسمه تيست، نيو فولدر 8. فهلاقي ملف التيست بتاعي اهو. تمام، هو كله 3 ثواني زي ما انتم شايفين. ممكن بقى اروح انا واخده بقى عندي على البرنامج بتاعي، كان تسع، اشيل بقى كل ده، مش عايزين ده، مش عايزين ده، واروح جايبه معايا هنا اهو، واحطه عندي في تراك اهو. تمام، اجيب صوت، ممكن اجيبه بقى من الفيديو اللي كان شغال عشان اسف. بعمل سيبريت بس عشان انا ايه اخد بس الصوت مش اخد الفيديو. تمام اهو، اوكي. لو انا عايزه يبدأ مثلا هقفل اللاير بتاع الفيديو واشوف انا عايز ابدأ منين الموسيقى. ماشي، من اول هنا كده هروح انا واخد دول قاطعهم كده، كل اللي في الاول ده انا مش عايزه اهو، هكبر تاني. بس كده لحد هنا هقطع بقية الفيديو. كبر من هنا تاني، هشغل كده الفيديو اهو، خلص الفيديو.
عايز احط البادج برضو بتاعي، احطه عليه مفيش مشكلة خالص. اخد البادج احطه هنا كده، عايز اصغره شوية مفيش مشكلة اهو. هرندره في دي، ارندر 720 برضو، نيكست احطه بقى على الديسكتوب. نيو فولدر 8 اهو، وهعمل له اخراج هنا واقول له فينيش، هيبتدي يعمل له اخراج. اهو خلص خلاص كده الفيديو بتاعنا. نيو فولدر 8 اهو، الاقيه عربولي هنا اهو. البرنامج ده انا هجيبه لكم معايا ان شاء الله المحاضرة الجاية، وهقول لكم ازاي تسطبه وازاي تشتغل عليه برضو. للي عايز اي اسئلة في الاخر يا جماعة بشكركم وبحييكم، وبقول لكم اي حد عنده سؤال في اي حاجة انا معاكم، حتى لما تخلص الكورس ان شاء الله باذنك يا رب. اللي محتاج حاجة برضو انا معايا. تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.